بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرة لو فيرب لي مود إي لي طون. طبعا عندما نتكلم عن لو فيرب بمعنى آخر نتكلم عن لا كونجيغيزون دي فيرب أو بيان لا كونجيغيزون دي فيرب. طبعا كما رأينا في بداية الأمر رأينا لو مود انديكاتيف، رأينا الأزمنة المنضوية تحت هاد لو مود، ثم رأينا لو مود كونديسيونيل، ورأينا بأنه يتضمن زمنين، وقلنا بأن لو مود كونديسيونيل عموما أنه يستعمل pour exprimer un souhait للتعبير عن تمني un désir أو للتعبير عن رغبة une hypothèse فرضية أو une action soumise à une condition أو للتعبير عن فعل مرتبط بشرط. إذن طبعا هذه استعمالات لو كونديسيونيل، ورأينا بأنه يتضمن لو كونديسيونيل بريزون و لو كونديسيونيل باسي. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى لو مود سوبجونكتيف. لو مود سوبجونكتيف est un mode هو واحد المود utilisé pour exprimer la nécessité. إذن هو واحد المود تستعمل للتعبير عن الحاجة، يستعمل للتعبير عن الحاجة. ان دوت للتعبير عن شك، ديزير او للتعبير عن رغبة une action incertaine او للتعبير عن فعل غير متأكد منه qui n'a donc pas été réalisé. يستعمل للتعبير عن فعل غير متأكد منه والذي لم يحقق والذي لم يحدث au moment où nous nous exprimons والذي لم يحدث في اللحظة التي نتحدث فيها. إذن طبعا عموما لو سوبجونكتيف أنه تتضمن ك، المعروف على لو سوبجونكتيف عموما أنه تتضمن ك قبل الفعل، كما لو نقول في اللغة العربية أن، كما لو نقول أن أو أن. Le subjonctif s'emploie avec des verbes exprimant l'envie, le souhait, le désir, l'émotion, l'obligation, le doute ou l'incertitude. Et dans le tableau subjonctif, il s'agit de l'AFL exprimant un outil à parler l'envie. طبعا ممكن أن كلمة l'envie تعني الحسد، ممكن تعني الغيرة، وممكن تعني شهية أو رغبة أو شوق. إذا لونفي ممكن أنه يعني هذا الأمر، ومنها لوفيرب أونفي يعني اشتهى أو حسد. إذا هذا لونفي تعني هذا الأمر حسب سياقها في الكلام. إذا لو سوبجونكتيف سومبلو افيك دي فيرب اكسبريمون لونفي، لو سوبجونكتيف تستعمل مع أفعال، المقصود هنا بأن هذه الأفعال تتصرف لو سوبجونكتيف، هذه الأفعال تتعبر على الشوق أو تتعبر على الرغبة، لو سوي تتعبر على التمني، لو ديزير تتعبر على الرغبة أيضا، ليموسيون، ليموسيون يعني انفعال أو تأثر، لوبليغاسيون كما نقول إجبار، لوبليغاسيون، إجبار، لو دوت أو لانسيرتيتود، المقصود بها عدم اليقين، عدم اليقين من شيء. إكزومبل أمثلة، جيمغي أنا أحب. طبعا كما تلاحظوا بان جيمغي مصرف في لو كونديسيونيل بريزون اللي شفنا قبل. اذا جيمغي، اذا لو فيرب امي كما نلاحظ انه يعبر على هذا الامر، يعبر عن تلطيف الطلب. عندما اقول جيمغي كانني اطلب من شخص امرا ما، جيمغي كيل سوالا، اذا انا احب بان يكون هنا. طبعا كما قلنا قبل قليل بان هاد كو اللي تجي قبل الفعل، بأن هذه كو التي تأتي قبل الفعل كما لو نقول أنها في اللغة العربية أن أو أن. جيمغي كيل سوالا، أنا أحب بأن يكون هنا. أريدكم مثلا أن تحضره لي أو أن تطلبوا منه المجيء عندي. إذا جيمغي كيل سوالا. مثلا في المثال الثاني الفوك، يجب أن كو تي آي،
تي اي. طبعا هاد السؤال اللي شفنا قبل هذا لو فيرب اتر في لو سيبجونكتيف انه ياخذ هذا الامر، وحتى في الامر انه ياخذ هاد الصيغه في الامر او لو سيبجونكتيف انه تياخذ هاد الصيغه. اذا il faut que tu ailles، يجب ان تذهب. هذه اي، هذا لو فيرب الي، هذا لو فيرب الي من بعد كو في لو سيبجونكتيف انه تياخذ هاد الصيغه، انه تياخذ هاد الصيغه. il faut que tu ailles، il faut que tu ailles، يجب ان تذهب او يجب ان تذهبي. aux urgences، الى المستعجلات. اذا خاصك تمشي للمستعجلات. اذا il faut que tu ailles، يجب ان تذهب. aux urgences، الى المستعجلات. il est possible qu'il vienne en train، اذا هو ممكن qu'il vienne، بان ياتوا، بان ياتوا en train، في القطار. إذن هو ممكن بأنهم يأتون في القطار، بأنهم يأتون، إذن أو بأن يأتوا، بأن يأتوا. il est possible، هو ممكن بأن يأتوا، qu'ils viennent، بأن يأتوا أو أن يأتوا en train، يعني في القطار. إذن كما تلاحظوا بأن الفعل اللي ما تيكون سبوق هاد كو، ثم ان الفعل تياخذ هذا الصياغ كونستركسيون دي سيبجونكتيف. دابا غنشوفوا التركيب ديال لو سيبجونكتيف باش يعطينا هاد المعاني اللي شفنا قبل انه تجيب هاد الصياغ. اذا افان دو كونجوغي دي فيرب او سيبجونكتيف، اذا حتى نصرف الافعال في لو سيبجونكتيف، اون يوتيليز كو، نفسه هي كو امام فعل يكون مبدوء بان فويل. طبعا نحذف اه ونضع ابوستروف، نحذف اه الخاصه بك ثم نضع ابوستروف. هذه مساله معروفه. اذا اف دو كونجوغي لي فيرب او سوبجونكتيف، لكي نصرف الفعل في لو سوبجونكتيف، اون يوتيليز، اننا نستعمل كو، اننا نستعمل هاد كو دوفون لو فيرب، امام الفعل، حالة نستعملو أن أو أن في اللغة العربية. إكزامبل، أمثلة، كون شانتيون، بأن نغني، بأن نغني، كو فو شانتيي، بأن تغنوا، بأن تغنوا أنتم، كيل سوا، بأن يكون، كيل سوا، بأن يكون، كيل فيان، بأن يأتوا، كيل فيان، بأن يأتوا. إذا كما تلاحظوا تركيبة ديال لو سيبجونكتيف نوطي بيه. إذا كملاحظة أو تذكير، لامبارفي إي لو بلوس كو بارفي دو سيبجونكتيف سون تخي بو يوتيليزي ألوغال. لامبارفي إي لو بلوس كو بارفي دو سيبجونكتيف سون تخي بو يوتيليزي ألوغال. إذا طبعا كما غنشوفو بأن لو سيبجونكتيف تضمن أربعة أزمنة. هنا في هذه الملاحظة لامبارفي اي لو بلوس كو بارفي دو سوبجونكتيف، إذن هاد الزمانين الأخيرين سون تخي بو يوتيليزي، يعني أنهم جد نادرا في الاستعمال، أنهم يستعملان جد نادرا ألوغال، يعني في الكلام المعتاد، يعني في الحوارات وفي الكلام العام. لي طون دو سوبجونكتيف سون، إذن أزمنة لو سيبجونكتيف هي لي طون دو سيبجونكتيف سون. إذن أزمنة لو سيبجونكتيف هي لو بريزون، لو باسي، لامبارفي، إي لو بلوس كو بارفي. إذن عندنا أولا لو سيبجونكتيف بريزون، غناخدو لو بريزون ديال لو سيبجونكتيف ديال هاد المود. لو سيبجونكتيف بريزون إكسبريم أون أكسيون أنسيغتان، لو سيبجونكتيف بريزون exprime une action incertaine. Et dans le subjonctif présent, il y a une action, il y a une fi'lin incertaine. غير مؤكد. غير مؤكد. L'action, يعني الفعل الذي يحدث على الأرض في اللغة الفرنسية كلمة مؤنثة كما تلاحظوا. إذا هذا الفعل يكون غير مؤكد. Non réalisé.
انه غير محقق او مومون انو نو زيكسبريمو، يعني في اللحظه التي نتحدث فيها، في اللحظه التي نعبر فيها عن هذا الفعل. اكزامبل، كمثال، جو سويت انا اتمنى كيل فيان اون ديسكوتي، لكي نتناقش فيه، لكي نتناقش عن امر معين. اذا اتمنى بان ياتوا للنقاش في موضوع ما. اذا جو سويت انا اتمنى كيل فيان، هذا هو المهم هنا، كيل فيان. طبعا عندنا ك ثم لو سوجي ثم الفعل فيان اون ديسكوتي، للنقاش فيه. رمارك، ملاحظه، كونت اون امبلوا لو سوبجونكتيف بريزون، كونت اون امبلوا لو سوبجونكتيف بريزون دونز اون بروبوزيسيون سوبوردوني، عندما نستعمل لو سوبجونكتيف بريزون دونز اون بروبوزيسيون سوبوردوني، يعني في عباره تابعه، تتكون عندنا العباره الاولى ثم العباره الثانيه راهينه بالعباره الاولى، ان عندها علاقه بالعباره الاولى. الوغ لو فيرب دو لا بروبوزيسيون برينسيبال، اذا في هذه الحاله الفعل ديال الجمله الاساسيه ايتو بريزون دو لانديكاتيف، تيكون في البريزون دو لانديكاتيف اللي كنا شفنا في اول الامر، تيكون مصرف في البريزون. الفعل ديال الجمله الاساسيه تيكون مصرف في البريزون ديال لو مود انديكاتيف، كما تلاحظوا في بدايه الامر، جو سويت انا اتمنى، هذه الجمله الاولى، ثم هذه الجمله الاولى مرتبطه بها الجمله الثانيه فينيغ اون ديسكوتي، المجيء للنقاش فيه. العباره ككل تتكون عندنا جو سويت انا اتمنى الان، عندنا لو فيرب سويت مصرف في لو بريزون دو لانديكاتيف، لو بريزون دو لانديكاتيف، كنقولو جو سويت، تي سويت، إل سويت، نو سويتون، فو سويتي، إل سويت. إذا جو سويت، ثم عاد تجي الجملة الثانية اللي فيها لو سوبجونكتيف بريزون، إل فيان أون ديسكوتي، إذا هذا لو سوبجونكتيف بريزون. الآن la terminaison du subjonctif présent. غنشوفو شنو من النهايات ديال لو سوبجونكتيف بريزون. بمعنى اخر غنشوفو لو سوبجونكتيف بريزون كيفاش يتركب. طبعا في بداية الامر عندنا لو برومي غوب زائد لو فيرب الي، تنعرفو بان لو فيرب الي ما تيدخلش في هاد المجموعة. في حالة لو سوبجونكتيف بريزون غنضمو لو فيرب الي لهاد المجموعة، طبعا بدون ان ينتمي لها، لكن سيسري عليه ما يسري على باقي الافعال في المجموعه الاولى. اذا خدينا مثلا غير مانجي، سنقول كو جو مانج بان اكل، كو تي مانج بان تاكل، او بان تاكلي، كيل مانج بان ياكل، الى غير ذلك. كو نو مانجيو بان ناكل، كو فو مانجي بان تاكلو، كيل مانج بان ياكلو. لو دوزيام جروب اللي خدينا مثلا غير فينيغ، سنقول كو جو فينيس بأن أكمل، يجب أن أكمل. مثلا نقول الفو كو جو فينيس، يجب أن أكمل. كو تي فينيس بأن تكمل أو بأن تكملي، كيل فينيس بأن يكمل. كو نو فينيسيون بأن نكمل. كو فو فينيسي بأن تكملوا، كيل فينيس بأن يكملوا. طبعا المجموعة الثالثة مثلا لو فيرب بارتيغ، سنقول il faut que je parte، مثلا يجب ان انطلق، ان اذهب. que tu partes بان تذهب او بان تذهبي، qu'il parte بان يذهب. que nous partions بان نذهب، que vous partiez بان تذهبوا، qu'il parte بان يذهبوا. Exemple, il faut que nous trouvions un refuge. Il faut que nous trouvions un refuge. يجب أن نجد ملجأ. Il faut que nous trouvions un refuge. يجب أن نجد ملجأ. يجب أن نجد. يجب أن نجد ملجأ. Je ne pense pas qu'il puisse arriver à l'heure. أنا لا أظن. Je ne pense pas. انا لا اظن
qu'il puisse le pouvoir au subjonctif présent. Au subjonctif présent. يعني بأن يستطيع arriver الوصول à l'heure في الساعة المقصود في الوقت. إذن أنا لا أظن بأنه يستطيع الوصول في الوقت. Il faut qu'il parte rapidement. يجب أن ينطلق بسرعة. المقصود يجب أن ينطلق حالا. Il faut qu'il parte rapidement. يجب أن ينطلق بسرعة. Je crains. عندنا لو فيرب كراندر مصرر في البريزون كما راينا جو كران انا اخشى كيل فاي ابوندوني كيل فاي سي لو سبجونكتيف بريزون دو فيرب فالوار طبعا لو فيرب فالوار يعني توجب كيل فاي بان يتوجب ابوندوني ابوندوني يعني ترك انك تترك مكانا تترك شخصا الى غير ذلك اذا انا اخشى بان يتوجب الفراق كما نقول Je crains qu'il faille abandonner. نستأنف في الفقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.